السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي، اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده معانا انتاج حلو جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكل امه محمد اجمعين. معانا انتاج من الرومي ومن السمان ومن الفراخ، ربنا يبارك للجميع يا رب. معانا تشكيله من الفراخ بلدي وفيومي، ربنا يرزقنا جميعا الخير اللهم امين. نفتح الفقاسه بتاعتنا ونشوف الخير اللي فيها ونعد الكتاكيت اللي طالعه لنا، عشان بس الكميه اللي طالعه معانا هتبقى كبيره، عشان بس الحق اوزعها النهارده، لان يعني احنا عارفين في رمضان بتبقى الايام يعني قصيره، ما بتلحقيش انك تخلص شغل بيتك او شغل حاجه ثانيه جنب منه، فحاول بقدر الامكان ان اتصل على الناس عشان كل واحد يجي يستلم حاجته النهارده. نفتح الفقاسه ونسمي بالله وندعي الكل يدعي لي بالبركه كده ان ربنا يزيد ويبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين. نجيب الكرتون عشان نطلع الكتاكيت بتاعتنا على طول. شايفين السمان؟ شوف بس البخاخه كده، شايفين السمان حجمها عامل ازاي؟ زيت دحليبه، شوفهم كرتونه ونشوف طلع كام سمانه، نحطهم لوحدهم. شايفين دي سمان بلدي بتاع جماعه طلع لهم عندي، ربنا يبارك يا رب. حط بقى السمان في الكرتونه ديت ونشوف معانا كتاكيت ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ادا واحد معانا الكميه حلوه النهارده، اتنين ثلاثه، انا بعد بالجوز على فكره، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. شيل الروم والبط كده، نحطهم في جنب كده، الروم والبط اهوت نحطه هنا، ما يبقى بطاية واحدة أو اتنين. قلت 12 ولا قلت كام؟ ما عدتش عارفه والله، ما عدتش عارفه، عشان بس لما اجي اوزع الحاجه اعرف انا معايا ايه. ده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر حداشر اتناشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر، سمانه اهيت، تمنتاشر 19 20 21 22. نجيب العصايه بتاعتنا بس، 23 24 25 26، ودي برضه سنانه، 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 40 41 42 كده فتكوت رومي ميت اهو، 42 43 44 45 46 47 48 49 كده 50، دول كده 100 كتكوت، دول 100، فهي كده هنشوف لسه ايه هنا. عشرة
14 20 25 30 35 كده 40 45 بس حوالي 5 برضو اهوت 47 48 51 كده 51 كتكوت معانا. ربنا يبارك يا رب ليا وليكم ولكم محمد ان شاء الله. يعني دول 151 كتكوت. نشوف بقى ايه اللي معانا لسه هنا ونقلب البيض بتاعنا. ربنا يبارك يا رب. معلش بقى لو الفيديو هيبقى طويل عليكم بس معلش عشان بس ايه الانتاج اللي موجود معايا النهارده انتاج كبير جدا جدا. فانا هحاول بقدر الامكان اشوف لسه برضو لو معانا فراخ لسه تانية او معانا اي حاجه تانية هوريها لكم برضو. ربنا يزيد ويبارك يا رب. ربنا يزيد ويبارك. رغم ان انا لقيت برضو طيور ميته في الفقاسه فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل. انا بزعل لانها حاجه ناس انما لو حاجه انا والله مش هزعل عليها بس انا بزعل لانها حاجه ناس بس. فربنا يبارك يا رب. ان شاء الله يبقى معانا الفيديو الجاي انتاج برضو حلو جدا جدا. يبقى معانا انتاج بط بس معرفش يبقى فيه انتاج فراخ ولا لا. كده قلنا 51 52 هنشيل بس القشور كده. ده صاحي ولا ميت؟ صاحي بس مش عارف يخرج. البيضة فيها دم هو مش عارف يخرج. سيبه يخرج براحته عشان بس ايه الدم وايه والتصوير وكده. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك ليا وليكم ولامه محمد اجمعين. واحنا بنعمل كده نشوف لو في حاجه محتاجه مساعده نساعدها. دي كتكوت تانية اهوت بس ده ناشف مفيش فيه دم ولا حاجه. انا بحب ان انا اعد وياكم عشان الناس بس تفرح بالانتاج اللي خارج لان الانتاج بيبقى خارج معايا ببقى مبسوطه بيه جدا جدا. فحابه ان انا ايه اسعدكم معايا والله العظيم مش اكتر يعني ان انا اطول معاكم الفيديو او كده. توحيده يا توحيده بيضك فاضي يا توحيده. يعني النسبه اللي فاضيه معانا برده مش كتيره برده يعني البيض اللي فاضي معانا مش كتير. ربنا يبارك يا رب. كلكم عارفين ان انا بحط في الرف ده حوالي عن 90 بيضة او 100 بيضة حسب البيض اللي موجود معايا. فهو الرف كان مليان بيض بسم الله ما شاء الله. النسبة اللي فاضلة معانا بسيطة جدا جدا. ربنا يبارك يا رب. فيها بيض لسه بينقر اهوت طالع اهوت. بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا ما اطولش عليكم بس انا لازما افرور البيض اشوف لو في حاجه نقره او كده
احاول ان انا اساعدها انها تخرج عشان ما اسيبهاش انها تموت خساره. اهو مش عارفه ده صاحي ولا ميت. ده ميت لا قدر الله وما شاء فعل. ما لحقناهوش ما لحقناش الكتكوت ده. دي نقره اهيت. حاول برضه اخليله ان هو بس ما يموتش زي التانيين. لسه على فكره معانا انتاج تاني، مش ده بس الرف اللي خارج فيه، معانا انتاج تاني كتير. يعني مش معقول 150 بيضه يبقوا طالعين من هنا. دول هما كده دلوقتي 152 كتكوت. اما الوقت حاليا 152 كتكوت، وفي ثلاثه معانا هنا هما تبقوا 155. دي ما خرجش لسه، بس في قشور الفراخ بتبقى في ايه؟ تعدي في مكان تاني. معانا هنا اربعه صاحيين، وهنا 152 يبقى 156 كتكوت. ربنا يبارك يا رب. معايا انتاج الرومي وحش النبات جدا جدا، حتى الروم اللي خرج مات. يعني كل ده فاضي، حتى الروم اللي خرج معانا مات. هشيل الانتاج بتاع الروم ده اطلعه بره هنا كده. البيض ده كله بايظ فاضي، ده كله فاضي. انا بحاول اقصى جهدي يعني ان انا احاول اخلي الفقاسه دي باي طريقه عشان بس اسلمها على قد ما اقدر والله العظيم. الرف اللي بيفضى خلاص ما عادش بيتحط فيه حاجه تاني، حتى لو عندي زنقه شغل ما بحطوش تاني. شايفين السمان خارج وميت. ده بقى هشيله كده براحتي كده، وايه واطلعه عشان اديه لاصحابه. يعني كل ده فاضي، جايبه له بيض اغلبيته كله فاضي. يعني من ناحيه في الفاضي، وهي عن نفسها بتروح وبتيجي في توك توك، فمن ناحيه في نفسها في الفاضي ما فيهوش فايده. بسم الله الرحمن الرحيم. صح ولا مات يا عم الحاج؟ صح. صحي بس مفيش فيه امل. مفيش فيه امل خالص يعني ان هو ايه يبقى منه اي منفعة. هو ما فيش منه امل نبقى منه منفعه. فهنشيل برضو القشور. زي ما قلت لكم الكميه اللي خارجه معايا النهارده كميه كبيره. انا بشيل بقى القشور وبرمى على الارض. هنضف بقى براحتي عشان بس ايه العمل ما يبقاش تقيل. هكمل بس تنظيف القشر ده وهرجع لكم. خلاص يا حبايبي، خلصت بقى فرز الحاجه اللي في الفقاسه عشان بس ما قلتش ان انا اطول عليكم برضو، لان الفيديو طول زياده عن اللزوم. فالفراخ اهيت معانا موجوده معانا اهيت. هشتغل بقى، حطيت السمان في الفقاسه تاني عشان ما يبردش لحد بس ايه ما اصحابه بياخدوه. ودي الكرتونه الثانيه اهيت، ربنا يبارك يا رب. فانا هشتغل دول بقى، اطلعهم فوق البيت من فوق، واتصل على اصحاب الحاجه بس بعد ما افرز البيض كله، واشوف كل واحد طلع له كام كتكوت. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم يا محمد ان شاء الله، ويحسن ما بين ايدينا جميعا. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.